مسجد محمد مشى بشي حاجة عشوائية. كل شيء محتاج نبيع السكون هنايا. فين هو المجلس اللي كيقول بلاد المجلس؟ اش من مجلس؟ اللي كتجي لعندهم كيبقاو يتلعبوا بك. يا المحمدية مدينة زهور، لا زهور، لا محمدية، لا مسؤولين. غتخوي في طائس من الفوق، ما عادش شر ويت، الناس هادو أصلا تيتكربسوا من الأولين. بغيت نسول فاش كيكون غايف كتفرشنا؟ لا ما كاينش الدور، لا الدور تهضر عليه. وي سير كامل الجودة، الجودة ديال السوق. جودة خويا تهلكنا بزاف حنايا. راه ما شاء الله. شوفوا معايا السطاو كداير مدرك بالور، دابا تشاشي تشوف جاي مع عائلتك داش طانوبيل تشوف ما كيسطاو ما مراجلين ما معروف هذا الواحد ما كردش. واش دير بنادم صايم؟ هو شاعك ما كتشوف ولا كي راه مدرك؟ مدرك الورد يا اختي، ويجي قطع الورد على الاقل موقع استراتيجي السطاو هذا. وشارع حسن الثاني زعما ما نمشي هادشي اللي كاين. مسجد محمد مشى بشي حاجة عشوائية. كل شيء محتاج نبيع السكون هنايا. فين هو المجلس اللي كيقول بلاد المجلس؟ اش من مجلس؟ اللي كتجي لعندهم كيبقاو يتلعبوا بك. يا المحمدية مدينة زهور، لا زهور، لا محمدية، لا مسؤولين. غتخوي في طائس من الفوق، ما عادش شر ويت، الناس هادو اصلا تيتكربسوا من الاولين. بغيت نسول فاش كيكون غايف كتفرشنا؟ لا ما كاينش الدور، لا الدور تهضر عليه. وي سير كامل الجودة ديال السوق. خويا تهلكنا بزاف حنايا. راه ما شاء الله.